وطبعا نور، ببداية فقراتنا لليوم رح نبدأ بالفقرة الطبية اللي بتكثر الأسئلة والاستفسارات حواليها. ولما بنحكي نور مجرد كلمة أورام، قد ايه هي كلمة مخيفة فعلا عند أغلب الناس، وخاصة صحيح. السيدات لما بتكون الأورام بمنطقة الرحم. أكيد فرح كتير، يمكن دائما أساسا الورم مرتبط بالكانسر والسرطان، ودائما هذا الحديث مرعب لأنه مرتبط ببقاء، يعني بالحياة، الاستمرار بالحياة أو إنهاء حياة الشخص. اليوم رح نحكي بفقرتنا الصباحية عن الأورام اللي في بالرحم مع الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالنسائية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. هلا نور. سعد صباحك دكتور. هلا فرح. كيفك مع الشوبات أول شيء؟ هو رواق، أحلى رواق. رواق يعني. يا ريت يطلع قراري للصيفي. عم أقول أول مواطن سوري بيقول رواق نور. دكتور، لما بنحكي عن الأورام اللي فيه، مجرد كلمة أورام قديش هي كلمة فعلا مخيفة؟ خلينا نحكي عن الأورام بشكل عام، وشو هي الأورام اللي فيها بالتحديد؟ أول شيء صباح الخير لكم المشاهدين، اشتقت لهم كتير بالرغم من كل هالشوب، هذا شيء بيبرد قلبي إنه شوقنا للمشاهدين. الشيء بدي أقوله، مقدمتكم كتير جميلة، إنه من ناحية بس نبدأ بكلمة أورام. صحيح. هلأ منلاحظ أغلب المريضات اللي عندهم الأورام اللي فيه بيستعملوا كلمة تانية، هي إنه دكتور في معي تليف أو في معي ألياف على الرحم، حتى بيتحاشوا يستعملوا كلمة ورم. طب لا، نحن تعين إنه الخبرية الحلوة على الصبح، هلا إنه لا، استعملوا كلمة ورم ولا تخافوا، للسبب إنه هو لحسن الحظ، لحسن الحظ نسبة فقط أقل من 1 من 2000 يلي ممكن يكون في بوادر خباثة. نعم. من الأورام اللي فيه الموجة، وإلا هاي أول خبرني، هاي أول خبرية حلوة. يلي هي إنه كلياتها تقريبا منقول أورام سليمة. نعم. كلمة أورام لأنه هو شيء ورام هيك مدعبل كذا، بيطلع على الرحم. هلأ ليش منقول ورم ليفي؟ خلينا نذكر أنا وياكم سيداتي أنه نحن إذا شبهنا هلأ إيدي هيك بالرحم، تمام؟ منقول في طبقة باطنية، هاي المخاطية تبعيته يلي فيها البطانة الرحم، يلي بتنزل إذا ما في حمل أو إذا وحدة بنت بتنزل كل شهر بتعمل الدورة الشهرية. بعدين بتجي الطبقة السميكة يلي هي الطبقة العضلية للرحم، يلي منها بيطلع الأورام اللي فيه. الطبقة العضلية منعرف مثل كل عضلات الجسم هي ألياف عضلية، فأقوم بيطلع منها الطبقة العضلية، من طبقة الألياف العضلية بيطلع هذا الورم اللي فيه. أوكي؟ فإذا هو ورم سليم من نفس بنية العضلة الرحمية. نحن صح التسمية بنقول له الرحم، وإلا هي التسمية العلمية الحقيقية الوظيفية، يعني بمعنى بتوصف الوظيفة تبعيته يلي هي بنسميها العضلة الرحمية. فإذا هو ورم سليم. الطبقة الثالثة يلي هي المخاطية ما لها علاقة بالقصة كلياتها. فإذا هو ورم سليم يكثر، إذا بقى بدي أحكي بأي شرائح عمرية، هلأ منقول كنسبة لغاية العمر 50 هو نسبة الإصابة فيه حوالي 40%. بس لا يعني 40% إنه 40% من أصل 100 أنثى لعمر 50 40 عندهم أورام ليفية. بس لا يعني إنه 40 عم يعانوا من أعراض، ولا يعني إنه هالأربعين بدهم علاج أو سواء دوائي أو استئصال بلا بلا بلا، سواء استئصال الليف أو استئصال الرحم إن توتل بشكل عام. هلا بنحكيها لا، فقط 10% منهم من هالأصل هالأربعين. فإذا هو يعني بمعنى شائع جدا، الحمد لله سليم. لما نقول 1 من 2000 معناته نسبة لا تذكر. جزء بسيط منهم يلي يحتاج لتداخل ما دوائي أو جراحي. الجزء الثاني بنقول لهم just يعني watch the case، إنه راقب الحالة بس. كل 3-4 شهور، كل 6 شهور إلا للمريضة تبعيتك، للمريضة عندك، إنه تعالى نراقب نشوف الليف وين صار. أما غير هيك هو من الأمراض السليمة. فلذلك من قلهم لما بدكم تحكوا أنه عندكم ليف، قولوا عندي ورم ليفي ولا تخافوا. تمام. طيب نعم. دكتور، خلينا نحكي عن الأعراض اللي ممكن تصيب أي سيدة، لأنه أحيانا السيدة تتفاجأ أنه عندها ليف بالرحم، ويمكن بتكون الحجم حتى متفاجأة. نعم. فيه. نعم. ففي بعض الأعراض يمكن
بتشعر فيها السيدة بس بتقول لا هي أعراض طبيعية بتتجاهلها، أو يمكن الثقافة العامة للأسف عنا أنه آخر خيار هو أساساً استشارة الطبيب. خلينا نحكي عن هي الأعراض لما ممكن الصبية أو السيدة تحس فيها لازم فوراً تتوجه لدكتور النسائي. نور، قبل نحن خلينا باعتبار أنه شغلنا توعوي نحن وياكم، أنه نقول خلينا نقول كل بنت وكل سيدة يلي ما عندها أي مشكلة، طبعا نقول أتليست على الأقل بالسنة مرة تراجع طبيبة. صحيح، هاي خلصنا منها. هلأ بدي أرجع لموضوع الأعراض سيدتي. هلأ طيف الأعراض، هلأ نلاحظ سوا طيف الأعراض بيروح من الأقصى اليمين لأقصى اليسار، بمعنى مثل ما حكينا قبل شوي 30% منهم لا عرضي، يكتشف صدفة عم لسبب طبي آخر. يعني مريضة راحت لعند دكتور الهضمية لعند دكتور البولية، طلب لها إيكو، عم تعمل تصوير لكلاويها للكبد للطحق اللي هو بيقوم بيلاقي ليفل على الرحم، بيلا راجع دكتور نسائي. فشوفي هي من أقصى اليمين إنه لا عرضي. طيب هلا نجي بقى لطيف الأعراض يلي قد تتراوح من بين نزف طمسي ونزف رحمي. الفرق بيناتهم، نزف طمسي إنه منلاقي دورة غزيرة أو طاولة الدورة، بدل ما تكون 4-5 أيام أسبوع صارت 10 أيام، صرنا أوقات نشوف كتل خثرية كبيرة بدم الدورة الشهرية، هذا بنسميه نزف طمثي. أوقات بنشوف لا نزف رحمي، بمعنى خلصت الدورة لموعد الدورة القادمة منبلش منشوف كل يومين 3-4-5 اللي هو منبلش نشوف عندها نزوف تاني، سواء كتلية كبيرة أو وسطى أو نزف عادي غير مبرر، بمعنى ما في كيسة مبيض، ما في تعب عضلي شديد، ما في توتر نفسي شديد، ما في اضطراب بالتوازن الهرموني يلي يتبع مثل ما عم نشوف هلا، اللي مشان ما يخافوا اللي عم يسمعونا بهالشهرين هدول عم نشوف كتير اضطرابات بالدورة الشهرية لسبب بسيط جدا هو الاضطراب الشديد أو الفرق الشديد بدرجة الحرارة. نعم. يلي عم يأثر على التوازن الهرموني وبالتالي على الدورة الشهرية. فالمهم أنه نزف طمسي غزير أو نزف رحمي بنشوفه لدرجة قد تصل أنه بنشوف عنا حالات كتير متقدمة للأسف، هي بنشوفها حالات الأنيميا يلي هو فقر الدم يلي بنشوفه. يعني أنا مستغرب لهلا أنه من فترة يمكن شي 3 شهور بيجيني صبية عمرها شي 16 سنة من محافظة تانية خضابة 4.5 بدل ما يكون 12، خضابة 4.5 نتيجة ورم ليفي كبير. يعني هذا شيء غير مقبول ببلد مثل بلدنا. صحيح. تمام. وبالبلاس بدي أقول شغلة إذا سمحتوا لي سيدتي، نحن بالرغم من يلي مرقنا فيه بالعشر سنين الحرب يلي بعمرها ما صارت على بلد بالعالم، نحن نملك بسوريا بين مراكز طبية صحية خاصة أو للدولة لو مستوصفات أو حكومية، نملك من عدد أجهزة الإيكو بمختلف أنواعها تقريبا حوالي 3-4 أضعاف ما تملك بريطانيا كلياتها. نعم. فإذا معناته ما في مبرر نوصل لهي الحالات. نعم. هلأ إذا بدي أرجع للأعراض قلنا هذا النزف الرحمي أو النزف الطمسي. طيب هلأ بنشوف بقى أعراض تانية تتعلق بمكان الورم، بمعنى نحن عنا الأورام اللي فيها توضعة يا بتكون مثل ما قلنا الرحم قريب لبطانة الرحم عند المخاطية أو ضمن عضلة الرحم أو طالع برا عضلة الرحم. أوكي؟ طيب هلأ يلي قريب للطبقة المخاطية ممكن نشوف هاي النزوف، ممكن نشوف له علاقة شوي بالحمل هلأ إذا ممكن بيمرق معنا. يلي ضمن الطبقة العضلية نشوف بقى له علاقة أكثر بحجم الورم قديش هو كبير وبالتالي ضاغط. هلأ منقول الأعراض. ويلي خارج الرحم من برا طالع لبرا الرحم إنه لوين جاي تقله، مثلاً إذا جاي تقله للأمام على المثانه، لأنه نحن بنعرف إنه الرحم خلف وأعلى المثانه شوي. هلأ إذا جاي تقله للأمام على المثانه بتعطي أعراض بولية، حرقة بالبول، زحير بولي. يعني بتلك المريض دكتور أنا بفوت على التواليت لعمل بيبي بعد 10 دقائق ربع ساعة بيرجع عندي إحساس إنه بدي رد أعمل بيبي مرة تانية، هو ما بيكون في كمية بول بس هو لأنه ضاغط. طيب إذا هو رايح الورم اللي فيه للخلف باتجاه المستقيم بنلاقي أعراض هضمية، عندها إمساك، عندها صعوبة بالتبرز، يعني أعراض لا تدل على الرحم. هلأ بنلاقي أعراض تانية يلي بنسمع كتير إنه دكتور ألم الظهر،
بتلاقي المريضة عم تشتكي ورايحة لعند دكتور العظمية ودكتور العصبية، هو ألم ظهر نتيجة إنه في ورم ليفي بالرحم. منلاقي بعدين بدرجات ما منلاقي إنه صعوبة أو ألم أثناء العلاقة بين الزوجين، هو كمان ممكن يكون سبب ورم ليفي بالرحم. فمنلاحظ سيدتي طيف الأعراض جدا واسع، صحيح. فهي ما مطلوب من المريضة إنه هي بمعنى تعرف هالأعراض ليش عم تصير معها، لا ببساطة راجعي طبيبك خلال 10 دقائق. عم نحكي عن مراجعة دورية بشكل عام ودورية وإيكو دوري. أوكي، على الألترا ساوند 10 دقائق، على الإيكو بيكشف الحالة، لو إنه بعض حالات بنلاقيها غليظة شوي اكتشافها. دكتور قبل ما نفوت بهي الحالات اللي ممكن نشوفها مستعصية أو بحاجة تدخل جراحي أو غيرها من الاستطبابات، خلينا نعرف دكتورة عن أسبابها. يعني بعض بيقول إنه الالتهابات النسائية، البعض الآخر بيقول العمليات الجراحية بتضمن القيصرية، فخلينا نعرف نحن شو الصح بهذا الموضوع عن أسباب هي الأورام الليفية. لك الجواب فرح. ايه اكيد. كل هي التساؤلات اللي حكيتيها حضرتك اللي هي تساؤلات الناس، ولا واحدة منها صح. تمام. هن الاخطاء الشائعة، خلينا نعتبرها اخطاء الشائعة وبشدة. تمام. وإسا رح طفلك علي اخطاء شائعة بنسمعها كثير. الحمام اثناء الدورة الشهرية. تمام. يلي انه كمان كثير شائع دكتور هاد. وهذا كل يوم بنسأله هالسؤال. الحمام اثناء الدورة الشهرية بيعمل ليف. لك يا عيني لا بيعمل ليف ولا بيعمل غير ليف. ثانيا انه العمليات تعمل ليف على الرحم؟ لا. الحمل؟ لا. الشيء الثاني اللي بيخافوا منه هي استخدام حبوب منع الحمل بغرض تنظيم الدورة او منع الحمل او علاج قيصات مبيض، وهي ما بتعمل اي شيء على الاطلاق. بالعكس قد يكون احد العلاجات الدوائيه يلي بنسميها نحن علاجات بروفيلاتيف، يعني علاجات فقط ملطفه للاعراض وليس بتداوي الورم الليفي. هي مشان نكون كثير نقطه واضحه فيها، لانه كثير بيجينا مريضات انه دكتور انه انا بعرف، قالت لي رفيقتي دكتوره او دكتورتي اعطتني دواء قالت لي بيروح الليف بالدواء. تمام. لا 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 لا، يعني ابسولوتلي نوت، لا ما في أي دواء على الإطلاق بيروح الورم الليفي، إنما في بعض أنواع الأدوية يلي تلطف الأعراض أو منقول تؤخر ازدياد حجمه أو ممكن تثبته شوي على حجمه تمهيداً للإجراء اللاحق اللي بدنا نعمله، أو بعض اللولب نحط لولب هرموني فقط ليخفف الأعراض النزف اللي حكينا، سواء نزف مثل ما قلنا طمثي أو رحمي، بس بيخفف الأعراض لبينما نحضر المريضة للعمل الجراحي المطلوب. أما هي الأسباب اللي ذكرتيها بالإضافة اللي أنا ضفت عليها ليس لها علاقة على الإطلاق بأنه هي تكون أسباب الورم الليفي، إنما منشوف أنه هو بيكتر ضمن بعض العائلات، يكتر ضمن بعض الأعراق. يعني بأفريقيا نسبة الإصابة حوالي 4-5 أضعاف بأصحاب البشرة البيضاء، طبعاً ما بنقول التركيبة الجينية لإلهم، تمام؟ ومنشوفه بأعمار أبكر. هلأ هو بالحصيلة العامة نحن بنشوفه بالأعمار فوق 45 وأنت نحن طالعين، وخاصة عند فئة غير المنجبات اللي ما صار عندهم إنجاب، فلذلك أعلى نسبة إصابة فيه كشريحة بالعالم هي عند الراهبات، لأنه ما بيتزوج وما بيحبله. تمام. أما هو ممكن نشوفه بكل الأعمار. هلأ في ملاحظة إذا بتسمحوا لي فرح ونور أنه نقولها، آخر فترة طبعاً ليش ما بعرف، بحاجة لبحث أكبر، ليش ما بعرف إنه صرنا عم نشوفه بأعمار صغيرة. بالأول ما كنا نشوفه، قليل كتير، أقل بكتير. يعني بذكر أحد الحالات مريضة عندي عمرها 26 سنة، وزن الورم اللي فيه تبع حوالي بتذكر بين 8-9 كيلو. كتير دكتور. هيك هم بحاجة أكيد تدخل جراحي. أكيد أكيد أكيد، مو هلأ بس من قبل هي بحاجة تدخل جراحي، بس خوفها من القصة. وبعدين لكبر البطن صار محرج اجتماعياً، أنه بنوتة بنتها. تماماً. صحيح. صار بقى الإحراج الاجتماعي هون، تساؤلات الاجتماعية شو هذا الموجود طيب ببطنها. دكتور خلينا نحكي، لما نقول مثل ما قلت يعني أساساً فينا نقول الليف أو الورم الليفي هو صامت، وبعض الأعراض اللي نحن ما بننتبه لها هي مؤشر أساسي لأنه يكون موجود. أحياناً بيصير حمل بيكون فيه ليف، دائما بيكون في حالة من التوتر والخوف حسب حجم فينا نقول الورم الليفي والتوضع. والتوضع صحيح وين مكانه اللي حكينا عنه خلال بداية حديثنا.
خلينا نحكي انه اذا كان الحجم معقول ببدايته بيأثر على الحمل ولا لا؟ اذا كان اكبر اكيد هون بيكون المشاكل اكبر بالنسبه للصبايا. لكي سيدتي خلينا نقول الحجم معقول يعني 3-4 سم، خلينا نسميه هيك تقريبا. اذا كان خارج الرحم غالبا ما بيأثر على الحمل. اذا كان ضمن عضله الرحم، ضمن سماكه العضله، هذا ممكن يأثر بس بمراحل متقدمة من الحمل، لأنه نحن بنعرف أنه الرحم بده يكبر مع حجم الجنين ليصير هالقد. طيب أوقات وجود الورم اللي فيه ما بيخلي الرحم يتمدد بالشكل المريح لألو بشكل طبيعي. ممكن يأدي هذا الشيء دكتور لولادة مبكرة؟ تماماً، مخاض باكر وولادة مبكرة. هلأ أوقات لما بيكون قريب للطبقة المخاطية أو قريب لفتحتين الأنابيب الفالوبيان تيوب أو البوقين ممكن يعمل عقم هون، لأنه ما بيصير في عنا إلقاح، يعني توصل النطاف باتجاه البويضة فما بيصير في إلقاح. أوقات لا، إذا مو قريب للأنابيب عند البيطانة مثل ما قلنا عند المخاطية إنه ممكن يعمل إسقاط، بمعنى إنه بتجي البويضة الملقحة لتحاول تعشيش. نحن بنعرف التعشيش بطريقة ربانية جميلة جدا، بيحتاج لبيطانة رحم إسفنجية هشة لتقدر البويضة الملقحة تنغرس وتعشيش وتحفر وتقعد جواه لبين ما تتشكل مشيمة وتوعية بلا 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 ويكمل الحمل. هون لما بتجي بقى هي بدها بيطانة اسفنجية هالشي، لما بتجي بتلاقي بحائط الصد بوشها ورم ليفي اللي هو بيكون صلب مو مثل البيطانة الاسفنجية، بتحاول تعشش فيه بتحفر شوي ما بتقدر بترتمى، ممكن يصير في عنا اسقاط. نعم. فهون مثل ما قلتي حضرتك سيدتي انه الحجم له دور. صحيح. ومكان التوضع له دور. فهون القرار كتير كتير صعب. نعم دكتور، بالختام يعني خلينا نحكي بشكل سريع. لحقنا نخلص للاسف. دائما للاسف. انا مستمتع معكم كتير. ونحن دكتور والحديث الموضوع فعلا مهم كتير. صحيح. لما بنحكي عن علاج خلينا نحكي بشكل سريع كيف ممكن العلاج بالنسبة للأورام صغيرة الحجم وبالنسبة للأورام الكبيرة يلي مثل ما قلت ممكن تسبب إحراج اجتماعي وألم كتير كبير عند السيدة. باختصار دي معي وقت دقيقة. طيب خلينا نقول كل حالة مفردة لحالة، الطبيب بده يكون حكيم. نعم. طبيا ومتفهم الوضع الاجتماعي والمخاوف والوضع النفسي لمريضته، يعني مريضة عمرها 45 سنة عندها 4-5 أولاد على قناعة تامة هي وزوجها انه نهوا حياتهم الانجابية الله يخليهم اللي عندهم، منفكر مثلا اذا عنا ورم ليفي منفكر وقتها باستئصال الرحم توتل، ممكن حافظ على مبيضين او احد المبيضين مشان ضل يعطيها مؤونة هرمونية. صحيح. مشان ما يصير عنا اعراض المينوبوز او اعراض سن الياس. اوكي هلا بلاقي طفلة صبية مثل هاي صبية انه لو 6-8-9 كيلو بس عمرها 26 سنة وفي فرصة لقدامها لتتزوج، لا انا بعمل كل جهدي لو بدي اضل عملية كذا ساعة بستأصل للليف فقط مع اخذ بعين الاعتبار التوضيح للمريضة انه في عنا نفسه الليف اللي شلناه انه هو ذاته ينقص، لا ولكن من إلا نفسه رحمك يلي شكل هالليف ممكن يشكل ليف تاني. صحيح. فما تقولي إنه نكس، بس منعطيها فرصة إنه إذا تزوجت إنه جبنا ولد ولدين وبعدين نعلق نحن والقصة من أول وجديد. وقتنا خلص معك دكتور أكرم الأحمر أخصائي بالأمراض النسائية معالجة العقم، وأكيد نتمنى بالختام الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا على كل المعلومات اللي حكينا عنها. أهلا سيدتي. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات.